بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في الفيديو الثاني الخاص بالمكتبة بشرح المكتبة جي دي. وسوف نقوم أولا بتقديم الشكر للسيد مصطفى تيتان الذي أعطانا مجموعة من الملاحظات، فالشكر له. لنبدأ، سنقوم بإنشاء المبيان بواسطة المعلومات التي كما ترون الآن في الشاشة، والمبيان على الشكل التالي. لنبدأ على بركة الله. أولا نبدأ بكتابة الكود الخاص بالـ PHP، ثم من بعد ذلك نقوم بإدخال المعلومات. أولا سنقوم بإدخال المعلومات الخاصة، نقوم ب نعطيها variable pa يساوي array، نقوم بكتابة الأرقام. أول رقم لدينا هو 1250. ادخل الأرقام الخاصة ب أول فاريابل، ثم نقوم بإدخال الأرقام الخاص ب services. نقوم بكلمة اختصار SR، الآن قمنا بإدخال الفاريابل المصفوفتين array list. الآن سنقوم أن نعلم المتصفح الخاص بنا أننا نعمل على الصورة ولا أننا لا نعمل على ال HTML، وكما تعلمون أننا نقوم ذلك بالفانكشن header content type image slash png type بإنشاء الصورة، وذلك على الشكل التالي كما رأينا في الفيديو السابق الفانكشن الخاص بذلك. وسوف نقوم أولا بتحديد العرض، وذلك بدولار دبل في ويدد يساوي على سبيل المثال نعطيه 500، والطول نعطيها على سبيل المثال 450 ثم من بعد ذلك ننشئ فاريابل الذي نضع فيها الصورة image يساوي image create يأخذ دولار w ودولار h. وعندما نريد أن نعرض الصورة دائما نحتاج لنرى هل قمنا بعمل جيد. نحتاج دائما image.png ونضع فيها الفاريابل convert، ونقوم بتدمير الصورة لتحرير الميموري image بإنشاء اللون، لون الخلفية. ننشئ مجموعة من الألوان من بين تلك الألوان دولار بلو بلو، نكتب كل شيء صغير بلو إيماج كولور ألوكيت دولار، يأخذ كم باراميتر ايماج كما رأينا في الفيديو السابق، و صفر الأخير هو الأزرق صفر،
وهنا نعطي له 255. بون فيرجلت. ننشئ وكما ترون سنحتاج إلى كتابة statistic du mois du mars 2018، أي إحصائيات شهر مارس 2018، وكما ترون يجب أن تأتي في الوسط، وسنقوم بذلك على الشكل التالي، وسيكون هناك مجموعة. أولا، إذا ما نريد كتابة أشياء نحتاج إلى مجموعة من الأشياء. أولا نعطي دولار تيتر، أي العنوان، يساوي كما تشاهدون، ونعطيه فلاب حجم الكتابة دولار بو يساوي الحجم الماكسيموم هو 5. ثم من بعد ذلك نقوم بكتابة إيماج سترينج، البارامتر يأخذ دولار إيماج بوليس وإيكريك. ليس هنالك مشكلة في إيكريك، سنعطيه 10، ولكن إكس هنا إكس يجب أن نقوم بحسابته، وهنا سنقوم بشرح مجموعة من الفانكشنات. كما تعرفون إيماج فونت ويدد، فإن إيماج فونت ويدد يقوم بحساب لنا حجم الكاركتير. على سبيل المثال، هذا الكاركتير يقوم بحساب حجم دي، وإن يحسب يعطي لنا حجم الكاركتير. ونقوم نحن بفانكشن آخر strlen، وهي الخاصة بحساب عدد الحروف الموجودة في الكلمة. وعندما نقوم بالعملية التالية image font width مضروبة في strlen، فإننا سنحصل على حجم الفوندد. ولماذا سنحتاج أصلا هذا الحجم؟ إذا كنا نعرف حجم الكاركتر، فإن ما يتبقى لنا إلا تبقي لدينا للخلفية، ثم نقسم هذه الفراغ الباقي لدينا لنعطيها الوسط. هذا ما نحتاج إليه للكود الخاص بنا لنكتب القاعدة الشيء التي رأي إيماج، لنعرف حجم كل كاركتير. كل كاركتير الموجودة لنا في دولار تيتخ، ثم من بعد ذلك نضربه في strlen، دولار تيتخ نضعه كل هذا، نأخذ الحجم الكلي للخلفية دولار ويدد الذي نطرحه منه هذا، ثم نقسمه على 2 لكي
تأتي الكلمة في الوسط، ثم من بعد ذلك نقوم بدولار تيتر، ثم من بعد ذلك اللون. كما ترون أننا قمنا بإيماج سترينج دولار إيماج وإيماج فونت ويديد لمعرفة الحجم الكلي للخلفية. نطرح منه الحجم الخاص بهاته ستاتيك دوموا مارس، والكل نقوم بقسمته على 2 ليأتي كل شيء في المنتصف، ومن بعد ذلك 10، ومن بعد ذلك كله، لنرى هل الجواب صحيح. نذهب إلى تيست 2. إذن كما ترون قد أتى الخلفية على الشكل التالي. الآن سوف نقوم بكتابة بتصميم بوضع خلفية ريكتانجل لإنشاء خلفية الأعمدة، إيماج ريكتانجل، ومن بين الإطار، وأول بارامتر يأخذه هو دولار إيماج، ثاني بارامتر هو إكس أن، وسوف يكون 10 للإزاحة من هنا ب10، ونقوم بإيجريك أن، نقوم بالنزول ب20 كي لا ندخل، أو تقريبا 20 أو 25 كي لا نتدخل في الكتابة التي قمنا بكتابتها فوق. من بعد ذلك X2 وهو دولار ويدد ناقص 10، أي سيكون العرض على الشكل التالي حتى هنا بناقص 10 بيكسل، من هنا إلى هنا بناقص 10 بيكسل، ثم الطول يكون بدولار هايد الطول الكلي ناقص، نقوم ب20، ثم من بعد ذلك نعطي الكولور وهو دولار فوند كما تشاهدون الآن، ثم نقوم بتسجيل لنرى النتيجة. علينا النزول بأكثر من 10 20 لأن الكتابة أكبر، نقوم بالنزول هنا ب30 كي تظهر لنا الكتابة. سيف، ستشاهدون النتيجة الآن. جيد، قمنا بإنشاء هاته الخلفية باللون الأصفر والخلفية الأخرى باللون الأزرق، وسوف نقوم بإدخال أعمدة ولقيام بإدخال أعمدة يجب نقوم بتحديد عرض الأعمدة هذه. من إذا نريد قيام برسم تلك الأعمدة، أول شيء نفكر فيه هو تحديد عرض الأعمدة، ثم من بعد ذلك تحديد أعلى قيمة بالنسبة لتلك الأعمدة لكي نقوم بالحجم، ثم من بعد ذلك نقوم بتحديد الحجم، ومن بعد ذلك نقوم برسم الأعمدة. لنبدأ على بركة الله. أول شيء كما قلنا سنقوم بتحديده هو إنشاء هو تحديد طول الأعمدة، ولتحديد طول الأعمدة عرض الأعمدة نقوم بدولار ويدد بار، نقوم بإعطاء هذه الاسم، ولكن يمكن توضيح أكثر إذا كنتم تكتبون.
ونكتب int. لماذا int؟ int لكي يعطي لنا الجواب بدون فاصلة، أي ب عامة. لتحديد الحجم يجب أن نقوم بتحديد الحجم خلفية الأعمدة. كما تعلمون أن حجم خلفي عرض نقوم بتحديد عرض خلفية الأعمدة. كما تعلمون أن عرض خلفية الأعمدة هو دولار ويدد ناقص 10 و10 هي 20 ناقص 20. أجل ناقص 20 مقسومة، نريد أن نقسمها على لكي نقوم بإنشاء الأعمدة. لتقسيمها يجب أن نقوم بمجموعة من الأشياء. أولا تحديد كم فاريابل لدينا هنا، وهناك فانكشن يقوم بذلك وهو size of $P. من بعد ذلك نضربه في 1.5. لماذا هذه 1.5؟ لنقوم تلك 0.5 هي تلك لتحديد الفراغات الموجودة بين الأعمدة، لتحديد الفراغات الموجودة بين الأعمدة. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة 0.5. لماذا تلك 0.5؟ لأول عمود ليبتعد من تحديد ماكس فاليور. سنقوم بإنشاء فاريابل اسمه دولار ماكس يساوي 0. من بعد ذلك نقوم بإنشاء بوكل فور. من بعد ذلك نقوم بفتح لا بوكل. من بعد ذلك نرى لا كونديشن إف. جميع الأشياء قمنا بتحديدها، ما تبقى لنا إلا أن نبدأ إن شاء الله بالرسم. نبدأ على بركة الله. نبدأ ببوكل إيماج فور دولار إي يساوي 0، أن دولار إي أصغر من سايز أوف دولار بي أ إي بلس بلس دولار إي بلس بلس. من بعد ذلك نفتح البوكل. من بعد ذلك نقوم بتحديد إكس وهو دولار إكس يساوي 10 بليس. لماذا نقوم نحن بعشرة بليس؟ سنقوم بشرحها الآن، لأننا نقوم بعشرة بليس هنا لأن من هنا كما ترون أن من هذا الأزرق كله هو 10 بليس، هو 10. سنقوم بإضافة 10 حتى ندخل في هذا الإطار الأصفر، لذلك نحن نضيف 10. نضيف 10 ثم نقوم بإنت كي تكون العملية غير
لا توجد فيها فاصلة، أي عدد حقيقي طبيعي، واحد اثنان ثلاثة، ليس واحد وفاصلة كذا. بعد ذلك سنقوم بتحديد الطريقة التي سيتم تحديد بها إكس. نقوم بدولار لارجور، عرض الأعمدة. لماذا نقوم نحن بالعرض الأعمدة؟ لأننا كل مرة نضيف العرض بلس المسافة التي توجد لدينا، ونحن قمنا بهنا بتحديد عرض الأعمدة بدولار وي بي مضروبة في 1.5 بلس 0.5. لماذا 0.5؟ قمنا بتحديدها قبيلة. لماذا؟ لأننا عندما سنبدأ برسم الريكتانجل الأول سنقوم برسمه مباشرة هنا، ولا نريد أن نبتعد بصفر فاصلة خمسة حتى هنا، ذلك نضيف هنا 0.5 وهذا نضربه في 1.5. لماذا؟ لماذا نحن نقوم بضربها في 1.5؟ لنقوم بالفراغ، ثم من بعد ذلك نضربها في دولار اي. هذا دولار اي في الاول سيكون صفر، صفر مضروبة في هذا الكل هو صفر بلس 0.5. اذا سنبدأ برسم اول ريكتونجل هنا عن بعد 0.5، وفي الثاني سنحسب العرض، عرض الأعمدة زائد 0.5، وسيكون ذلك جيدا، لأننا كل مرة يجب الابتعاد عن الابتعاد عن النقطة بعرض الأعمدة بلس 0.5. هكذا نقوم بذلك. الآن سوف نقوم بتحديد الطول، طول العمود h height bar يساوي، لدينا دول في وهنا ماكس وهنا العملاء او المرضى او ذلك الذي سنقوم بحسابه. الان سنقوم بعملية ثلاثية لتحديد طول الأعمدة. سنضرب دول في في بي ا، اي عرض الخلفية بدون فاصلة. من بعد ذلك نقوم بفتح ماكس وهنا بوم فيرجلت. الآن سنقوم بنشر الآن سنقوم بإنشاء الأعمدة، وسنقوم بإنشاء الأعمدة بدولار فايل دريكتون إيماج، كما تعرفون فايل ريكتانجل وكما تعلمون فايل دايركتونجل يأخذكم بارامتر الأماكن وجود الصورة و إكس الأول، وسيعني دولار إكس و إيجريج يعني هو دولار
هايد ناقص ناقص 30 ناقص 20 ونقوم بنقص بطرح قوم هنا بدولار هوتو ناقص 10 ثم من بعد ذلك ننقص منه دولار ما يسمى ب هذه دولار هوتور دوبار أي طول العمود هذا هو إكس الأول إيغريك ثم من بعد ذلك إكس الثاني هو دولار إكس بليس عرض الأعمدة دولار دبليو في بي ثم من بعد ذلك نقوم دولار اش ناقص هنا سنجد اننا رسمنا البداية ستكون هنا فايل ريكتون ناقص 20 سنقوم بنقص 20 ثم من بعد ذلك اللون دولار روج لان البار العمود الخاص بنا سنعطيه الروج الاحمر من بعد ذلك بون فيركلت وسنرى هل ذلك كل شيء خرج كما أردناه هنالك خطأ أين هو الخطأ سنقوم بك إذن ليس هنالك الخطأ قم ب سيف لنرى الجواب الآن سنرى التجربة الآن كما ترون قمنا بتحديد المبيان وإذا ذهبتم وكما ترون على الصورة في الجانب فإنه قريب إلى حد ما إلى 100% إلا أننا قمنا بتكبيره إلى الصورة التي توجد على الجانب لم يتبقى لا يتبقى لنا سوى رسم محور الأفاصيل ومحور الأراتيب وقيام بتلك الكتابات الموجودة SMP و SR و SSC و SCGE و CPT و CT و CN و تلك السيرفيسات الآن نقوم بذلك على بركة الله الآن سنقوم برسم
تلك ذلك الخطين، محور الأفاصيل والمحور الأراتيب. كما رأينا في الفيديو السابق أن تلك تقوم بها إيماج لاين، وتأخذكم بارامترات إيماج دولار إيماج و إكس أول وهو 10، لأننا سنقوم بالذهاب من هنا 10، و إيغريك الأول سيكون من هنا، سنضعه من هنا أي يبعد من هنا إلى هنا، وسنذهب إلى إيماج فايل ريكتانجل لنرى كم قمنا بال سنجد أنه 30، لذلك سنكتب هنا 30، والرقم الثاني سيكون مثل إيماج فايل ويدد ناقص 10، ليكون ناقص 10 عفوا. من بعد ذلك اللو الهاي الطول سيكون إلى هنا، أي سيكون ما يقارب الهاي ناقص 20، الطول ناقص 20 كما في إيماج فايل ريكتانجل، واللون سيكون أسود هنا نوار. كما ترون لا قمنا بخطأ، لا قمنا بكذا من هنا. يا أجل هنا سنقوم بعشرة فقط، لأننا ليس ذهبنا إلى هناك، وسنقوم بالسيف ونرى ها هو الخط من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا، لا يظهر جيدا. لنذهب إلى هنا ونقوم على سبيل المثال ب12، لأنه يبعد الأعمدة تبعد ب5، وسند بليس 2 ها هو ذا، وهنا سنقوم ب12 أيضا. وكما ترون ها هو بعدنا من هنا ب2 بيكسل لكي يظهر لنا جليا، وسنقوم بإنشاء إيماج لاين ثانية. دولار إيماج اثناشر، لا ليس هناك 12 بل 10، نعم في الأول 10، ثم الطول دولار ناقص 20، وسنقوم سنذهب إلى 22، لا 18 ليظهر لنا جليا، ليكون في الأعمدة بالضبط لأننا نريد 20، ودولار ويدد ناقص سنرى هنا في إيماج 20، لا 10، ليكون هنا النقطة الأخرى، تكون هنا، والطول يكون كما في الأول، الطول يكون كما في الأول، دولار أش ناقص 20،
يظهر لنا جليا، لا تبقى لنا سوى أن ننشئ كما ترون على الجانب SMPT و SSR و SCGO و CPT ولا إلى غيره تلك السيرفيسات. سنقوم برسمها وبذلك ببوكل آخر for دولار E يساوي صفر و E دولار E أصغر من سايز هنا E size of هنا دولار سيرفيسز هذه SR دولار SR ليس في كم الأول دولار E بلس بلس ونقوم بكتابة image string للكتابة string ونقوم بكتابة دولار image دولار x بولي سنعطيه 3 أي يكون صغيرا يكون صغير و x X نعطيه 10 بليس نعطيه 10 بليس لارجور دو زائد عرض من 12 يساوي 200 دولار اي بليس صفر صفر خمسة ونحدد الطول دولار اش هنا نقيس ايشون نقوم ب ناقص 10 ودولار اس ار اي دولار اي و دولار نوار بان فيرجلت سيف نقوم بنقصان هنا بخمسة مثلا هي كما ترون قمنا بتحديدها هنا نقوم بزيادة 12 كما كان الحل 15 عشرون
كما ترونها الآن، ها هو العمدة التي قمنا بإنشائها. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء إلى درس جديد إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء.